عليكم ورحمة الله وبركاته. ليديز اند جنتلمان، عجلة الحظ في امونج اس الفكرة كلمة واحدة ما اقول غيرها طول ما لفيت عجلة الحظ. مهما كنت قاتل او مواطن او حتى مالي دخل، عندي كلمة ما اثنيها طول الراوند. يعني تخيل عزيزي المشاهد انك تلعب طول الوقت وانت ما عندك الا فقط شيء واحد تقوله، وش الكلمات وش الاشياء بتشوفونها اليوم. اخر مقطع على امونج اس يا جماعة الخير وصلتوه فوق 300,000 لايك مرة ثانية، فلذلك ما راح اوقف، انتوا اللي تحددون. اذا عجبتكم فكره المقطع هذا لا تنسى اللايك، وابغى انوه على شيء، لا تنسون تراني وعدكم على حاجه بال4 مليون، وتاكد انك مشترك. الله يعطيكم العافيه يا جماعه الخير، وابغى اقول لكم عن موضوع سريع. الفتره الحاليه الجميع جالس يتكلم عن تخفيضات بلاك فرايداي وناس قاعده تعلن، لكن باور طلعوا بحاجه حلوه. اسمعوا، لولا الله تعالى ثم انتم ما وصلنا احنا يا باور واحنا يا صانعين المحتوى للمكان هذا. جالسين قدر المستطاع الفتره الحاليه يا جماعه، وعلى مدى طويل مستحيل نوقف، نبغى نطور في المجال ونساعد الناس فيه. فطلعنا فكرة جديدة يا عيال اسمها فكرة الدعم للناس اللي تطلب. ركزوا معي. طيب خليني افهمك بشكل سريع جدا. الان في فكرة جديدة لكن مو الكل راح تجيه، الموضوع عشوائي جدا على طلبك. ايش اللي راح يصير؟ راح يكون في نوعين من البطايق، البطايق الحمراء والبطايق البيضاء. وش تسوي البطايق هذه؟ قعدنا نفكر بباور وقاعدين نقول كيف ندعم الناس؟ كيف نطور من المجال؟ كيف نخلي الكل يتقدم؟ فطلعت فكرة الكروت. راح يكون لكل صانع محتوى بباور كروت معينة له، ولكل لاعب محترف ايضا كروت، الكروت البيضاء للاعبين المحترفين والكروت الحمراء لصناع المحتوى. مثلا هذه البطاقة كرت لي انا، مكتوب عليها كن صانع محتوى، محطوط فيها صور البطاقة ومنشن الحساب. اذا طلبت طلبين مثلا طلبت بلوفر لي او طلبت بجيرسي او ايا كان، وجدت البطاقة هذه على طول، هذا زي بنت الطيارة. ركز معي، صورها وتمنشن الفريق بتويتر وتمنشني انا برضو. اذا كانت البطاقة هذه من نصيبك بنقول لك الف مبروك. الان اللي علينا كلنا ندعمك، اللي ناقصك تحتاجه احنا بنساعدك عشان تتطور، بنساعدك عشان تكون صانع محتوى. ركزت فهمت؟ واذا جاتك البيضة اللي فيها كن لاعب محترف باور، بيساعدونك بكل شيء تحتاجه عشان تصير لاعب محترف ونطور مع بعض في المجال. طبعا هذه الفكره زي ما قلت لكم طلعت يا جماعه لان اللي انتم قاعدين تسوون لنا مره كثير، نبغى نعبر لكم عن مدى سعادتنا بالدعم اللي قاعدين نستقبله منكم. اسال الله انه يسعدكم يا جماعه الخير على الدعم، سواء بقناه الفريق او قنوات صناع المحتوى، نشكركم من اعماق القلب. طبعا مو كذا وبس، الان خلوا المتجر على جنب، في تخفيضات طبعا وفي اشياء بتسركم، لكن حاب اوضح نقطه يا اخوان، ترى مو بالكل العدد زي ما انتم شايفين محدود، ممكن تكون عشوائيه. والعرض يا جماعه الخير ركزوا عليها، العروض والتخفيضات بتكون الى يوم الثلاثاء. يعني اليوم ايش؟ اليوم تقريبا الاحد، الثلاثاء راح تنتهي العروض اللي هو 1 ديسمبر. هذه بالنسبه للعروض، والكروت ايضا راح تنتهي في الثلاث ايام هذه. يعني في الثلاث ايام هذه اذا طلبتوا راح تكون في احتماليه انك تحصل على احد البطائق هذه. طبعا كل صناع المحتوى عندهم بطائق. المهم ان شاء الله اني ما كنت طولت، تبون تفهمون اكثر باور منزلين مقطع ابراهيم تكلم عن الموضوع كاملا، وايضا في جيف اواي ما خلصت، لا في جيف اواي بحساب الفريق بتويتر اذا حابين تشاركون، سحب على بلاي ستيشن وعلى ملابس وعلى استورات اشياء ما ادري ايش الزبده. في الختام ادري طولت، انا اسف، لكن كانت كلمتين هذه ابي اقولها من زمان، واشكر الشباب على مبادرتهم بالموضوع هذا. والان بخليكم مع المقطع، لكن حاب اقول لكم في بث يوم الثلاثاء الساعه 12 الحدث فورتنايت، خلوكم جاهزين، راح ابثها وباذن الله باليوتيوب. يعني يوم الثلاثاء الساعه 11 الليل بيجيك شعار البث حقي، واكيد ما راح انسى. اذا دخلت فورتنايت تاكد انك حاط كود اي احد، واذا حطيت 6B الله يسعد الوجه. مشاهده ممتعه، احبكم. كذاب كذاب كذاب، فقط كذاب، الكلمه الوحيده اللي اقولها. تتحرك اذا حد سواه ولا احمد؟ ما يمديك تسوي تحريات، ما يمديك تسوي تحريات، العب بس بدون تحريات. ازم رامي، ازم رامي، ازم رامي، ازم. اوه في جثه 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 100% باب تقفل في جثه. كذاب كذاب كذاب. عيال ما اسمع رامي يتكلم. كذاب رامي قاعد يتكلم. اي بس ما شوف كذاب. الو ايش يا عيال؟ احمد باك يا عيال. طب كذاب كذاب كذاب. هذا يتذكر ولا ايش؟ يا صوت على احمد، صوت على احمد. كذاب 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 كذاب. مين طيب مين؟ انا فاهم احمد، احمد الظاهر انه عنده شيء. اسمعوا يا عيال، انا خرجت على الكاميرات تمام، احمد خرج كذاب كذاب كذاب. احمد دقيقه، احمد مو هنا،
احمد مو انا احمد اسمع احمد دقيقه انا اكمل لك يا مجه اسمع مني اسمع مني احمد شكله جاله تحدي وقال ذا الشيء اسمع مني مجه انا وانت كنا باليمين وطفت الانوار وكنا انا وانت وجاسر ومن معانا ابو برا صح ولا لا يا شباب رحت عند الكاميرات احمد فرج من الكاميرات ولا يا مجه مو كذاب يا عيال مو انا يا عيال كذاب كذاب الالوان مو باينه عدلها بعدين كذاب يب عزم ركز عليها اضحك يا عيال اضحك طول الجيم اضحك ان شاء الله ما لقيت الثني بقعد اضحك يا عيال يا ربي لازم اجهز الضحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا طبعاً أول شيء أبرر الأزرق والأحمر. طيب الجثة طول العمر في السلامة في الإلكتريك. يب أداري. أنا لا يضحك يا عيال. دخلت على أمي ما عطنا كان عندك معلومات عطنا. تضحك. أحمد ليه تضحك أعمل وترتنا كلنا. لا. أحمد كان بعد معي وطلعت أحمر. أحمر والأزرق بريئين يا شباب أنا برر. أنا عندي سؤال مين آخر واحد جاكم عند الأوتو؟ يا ولد يا راح أمك. يا محشش. يا ليش لي؟ يا ساتر مين يوم. بس احمد قافط فيصل انه هو المبطل لا يعني تصور على فيصل ولا ياسر احمد لانه عارف قاعد يتكلم كبس وصص على بس ما في شيء واضح يا رب يا رب تدخل بنت كذاب اي كذاب حلو هذه غير الكلمه لا ما له دخل غير الكلمه تفضل احمد كذاب مين الكذاب كذاب يا كذاب يا عيال مجه قصدي مجه كذاب كذاب بنبره اعلى معناته ابو برا الكذاب كذاب لا يبي يوصفني يقول مجه هذه النبره كذاب معناها مجه اسمع كذاب واضح امورك ليش مصوتين على مجه؟ ليه؟ مجه يطلع لا ما يطلع ما يبين كذاب كذاب في كذاب صحيح السلام عليكم اسمعوا ايش صار بالضبط واحمد اكيد انه يوافقني الراي صحيح يا احمد صحيح انا كنت في الادمن ومعي احمد صحيح احمد صحيح ودخل علينا صحيح احمد صحيح كان معنا سعد صح؟ صحيح يعني واضح ان جاسر هو البوستر صحيح يا عيال صحيح السر الوحيد اللي جاي من اسمع سعد صحيح يا اخي انا ما كلمتك يا سعد اكلم جاسر انا رامي جاي من الكافيتيريا احمد اسمع صحيح طيب انت الحين مجه انت تكلمت انت مريت علي انت واحمد وري الحين من عند الشيلد رايح للنافيجيشن فوق وانا خلصت الابلود ورحت للادمن عشان انه يسوي داونلود صحيح الراود اللي قبله تركت جاسر مع احمد وجاسر كان يدخل ويطلع بيشوف يا انا اذبح احمد او احمد يذبح او احمد يذبحني صحيح يعني جاسر مو بوستر صحيح الرجال قاعد ينتظر احد ينذبح صحيح انا متاكد جاسر مو بوستر صحيح من احمد اذا انت ضمن احمد فرامي هو الوحيد اللي انا ما شفته لا وين يا صحيح لا خلاص صوتوا عليه كيفكم تصوتون على رامي يا اخوان انا حصلت على جاسر الفوز خريج سنه ثالثه من جامعه احمد صحيح على رامي صحيح خلاص المهام تطلع يا حد سواها ولا لا اذا ما بان القاتل ما ليه شغلنا وش دخلك يا عيال وش دخلك طلع لي وش دخلك بيطلعوني انا مسوي ريبورت بسم الله اعوذ بالله وش دخلك وين وش دخلك مين انا انا مين وش السالفه وش دخلك ثواني يا شاب احمد مجيه. هل في احد عليه شبهه وش دخلك هيا ابلع
عدل لا 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 دقيقه دقيقه في اثنين مو راضين يهرجون مجه وش دخلك وش دخلك النور مطفي النور مطفي كيف شوف احمد بصوت على مجه انا متقابلين عند الباب النور مطفي النور مطفي نو نو بصوت بسوي اجتماع بضحك على ياسر هو ياسر متكلم احمد ثلاث مرات مدرب مرات ورا بعض يقول فيصل خش الفند قدام انا اتوقع ان ياسر خش شو اسمه خش الفند قدام يا احمد احمد شفتك ودخلنا في بعض ولا ما دخلنا في بعض رامي وينك يا عيال يضحك يا عيال يضحك يا صدقوني يا كذاب يا انا من البداية من البداية من البداية من البداية من البداية يا عيال طلع من البنت طلع من البنت حق المدبي ورجع جثة يا عيال دخلت السكيورتي احمد واقف فوق الجثه قاعد يطالع الكاميرات والجثه عند رجوله اي مجنون يعني صح صحيح مين صحيح 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 والله قاعد اصبر يمكن شافها طيب يمكن شافها طيب لا 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 دقيقه دقيقه احمد هل الكلام هذا صحيح صحيح طيب وخر طيب اول واحده ما ادري طيب اول واحده ما ادري مدري الكهرباء مدري 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 انت ارتعبت وانت تدوره رايان وين رحت؟ انا مواطن بريء انا بالاوتو وين رحت؟ انا رحت يمين بعدين وقفت بالاوتو شوي ليش؟ بالله من يسالني؟ انا هنتر مجد والالي يرحمه المفروض من مين اللي بدك الكام؟ انا اتوقع اني انا اكثر شخص مقبول يمكن عاشر انا دقيقه انت اللي فاتح الكام؟ اي انا فاتح الكام ما شاء الله شلون شوف ما راح اشوف الا لين يسالوني هو مذبوح هو مذبوح وين بقيه طيب وين بقيه مخرون كنت انا في كنت في الادمن طلعنا رحنا الكهرب كان في هناك احمد ورامي وبودي الغريب احمد دقيقه احمد ورامي وبودي ماني بالكهرب يا مين باقي بسامو مين بسامو من جه من جه وينك انا كنت في الكهرب قاعد اسوي مهمه احد شاف من جه في الكهرب اي بس انا ما رحت الكهرب انا رحت اطلع للسكيورتي دقيقه في احد شاف من جه في الكهرب لا طيب مين كان في الكهرب وبسام ما ادري وين بسام وين كنت طب انا احس منجه طيب مو بسوي بسوي سكيب ما ادري سسبكت على احمد مالك نفس هالجيم تصير بحث وتحري وجنائي يعني ما ادري احمد وين كنت مجن هذا بالادمن مو بالادمن بالكهرب كلنا كنا هناك اضحك زي المجنون اضحك الحين انا اضحك بس بضحك لازم اضمن واحد اللي يتكلم عني لازم اضمن واحد 100% لازم مخ ياسر يتكلم عني عشان ياسر يتكلم عني احمد مساء الخير اماكن وين انا و احمد وين كنت وياسر مع بعض وين عند جهه المدبي ياسر بس ما ادري قطره النور وياسر ما ادري وين راح انا في انا جوا جوا يا شباب دقيقه اسمعوني دقيقه قاتل جوا البنت الان هو جوا البنت قاعد الان القاتل هو جوا البنت انت صحيح الكلام هذا انت طيب ايش شيء بقول يا عيال بالكهرب صحيح مو بالكهرب على الامبوستر لا مو الكهرب الجثة المدبي زين انا ماسك اللوك ونقول له ما لا غلط 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 فيصل فيصل غلط جنبي احمد طيب يا فيصل انت تقول انك باللوك صح يبي بنشوف الاماكن اللي كذب دقيقه حلو
ياسر مين كان معك؟ هذا مجنون مين هو هو الحالة ولا معك؟ آخر ثانية آخر ثانية يا أخوان يا أخوان مش بآخر ثانية يقتلوني ما نقدر تقول ما لك تقتلني ليش؟ ألقم ألقم يا زلمة ألقم ليش؟ لا هو الزلمة أي يكدل يقول سبب بنزين أنا إيش سويت لك بشبريتك قطعني يا زلمة ليش يا زلمة يرحم أمك؟ سلف ريبورت اوكي سلف ريبورت سلف ريبورت سلف ريبورت سلف ريبورت بتفيدني سلف ريبورت بتفيدني بطي راحت في الور في ال... في ذا شكرا يا ياسر شكرا اماكنكم يا شباب ولا كم واحد ريبورت دقيقه طيب خلني سلف ريبورت انا اتوقع صراحه كلام صحيح مع من احمد سلف ريبورت سلف ريبورت سلف ريبورت سلف ريبورت سلف ريبورت طيب اوكي دقيقه 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 انتر انتر وش الوضع انتر انا وياك وياسر كوني قبل شوي مع بعض كنا يا شباب وش سلف ريبورت وين جيت سلف ريبورت وين جيت ياسر سلف سلف ريبورت كنا في الكوميونيكيشن انا باللوك انا باللوك الجثه ليش تقول صح طيب وانت تدري ان الجثه هناك من زمان دقيقه 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 ياسر 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 دقيقه 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 استوب 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 من متى تقدر باللوج تشوف وين وين الجثه ايش دخل يطلع يطلع بلينك 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 ها يصير كذا يعني خلاص كمل انت كمل ياسر يطلع مكان الشخص لا 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 ياسر لا تصرف لي ياسر يا اخي هنتر هنتر اذا صار في غمزه يعني واحد بلينك صار كذا أيوه. سلف ريبورت سلف ريبورت سلف ريبورت صوت يعني... يا انك شفت الخمزه ليش ما رحت تصوت على الجثه خله 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 على طول جاء الريبورت يا انا سلف ريبورت يا عيال سلف ريبورت سلف ريبورت سلف ريبورت صوت على احمد صوت على ياسر صوت على ياسر انا انت انا معاك انت صوت على ياسر انت واضح انك ليش انت ضايع شوي مخك ما ادري وينه فيصل فيصل حبيبي يب يب فصول هو اللي ماسك يعني ام القهر سلف ريبورت سلف سلف يا ابي احسبك ذكي رايد انت معاي انا ضامن انت بس ما ادري يا عيال يلا تستاهل يا فيصل والله انك تستاهل يوب انا مالي شبه مجي اسكت بالله ما شاء الله طيور الحب ماسكين ذنب بعض هذول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ابي اسوي اجتماع بسوي استغفر بستغفر استغفر الله العلي العظيم استغفر الله العلي العظيم والله استغفر الله احمد ليش هاجت هذا الجيم انت استغفر 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 الله سبحان الله هلل 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 لا اله الا الله ها رائد انا اضمنك انت تضمني انا مره ضامنك يا عيال يا عيال صوت على مين احمد يا عيال سكيب سكيب وخلص مهمات ما بقي شيء نخلص الميتين خلاص الله العظيم اتوب اليه اعوذ بالله منك رائد رائد انت تقول انا ما اقدر شوف شوف انا معاك يا هنتر بالخير وبشر معاك بس اني اتهم واحد في اللحظه هذه ما اقدر لحظه حرجه جدا يب يب يا شيخ مره ما اقدر ايوه صوت يا شباب اذا صوتنا راح يكون في مشاكل يب مصيبه بتصيب والله العلي العظيم لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله والله العظيم يا رائد 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 ذراعي بذراعك ولا اخوك ذراعي بذراعك كيف فك يدين بعض يا طير الحب يا ربي يمكن 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 يتجمل يمكن يتجمل يمكن يتجمل يمكن انها تجمل يمكن انها تجمل خليني امشي مع العيال طول الوقت ابى امشي مع العيال طول الوقت يا عيال في امل بسيط مره في امل بسيط ذراعي بذراعك ولا اخوك ذراعي بذراعك كيف فك يدين بعض يا طير الحب لازم اطير ابراهيم لازم اطير ولد والله والله ما ادري كيف حيطلع منها قسما بالله ما ادري كيف ممكن يطلع منها
ما ادري ما ادري مهما كان بدا فيها ما ادري ما ادري والله ما ادري ولا ادري وين ياسر يا عيال ياسر في ادم احمد وينه احمد وينه احمد وينه احمد وينك شنقلك امات شنقلك امات والله لا مات لصدم من هو احمد يقطع شكلك وانا خايف عليه برد الوجه مخ مخ هلا ابراهيم مخ تكلم اسمعني اسمعني اي تبي اقنعك بالمنطق اقنعني الكهرب تصلح ولا لا اي تصلح ايش معناته معناته انت واقف على جثه وما قاعد انت قادر تسوي معناته اني كنت فاتح هذا وصلحته يمكن. 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 يمكن 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 ابراهيم ليه علمني ليش شفتك واقف على الجثه تتحرك وما سويت ريبورت على طول ما كنت اتحرك يا ابراهيم احمد وينك احمد وينك يمكن انا بقول لك اللي شفته وانت الباقي عندك يا ابراهيم انا كنت قاعد اصلح في الكهرب والدليل ان الكهرب اشتغلت صح ولا لا احمد انا كنت قاعد اصلح ايوه قبل ما يجي الريبورت بثانية بربع ثانية الفنت انفتح لي فوق انا شفتك تتحرك يمكن يمكن كيف اذا شوف اذا انت شفتني اتحرك صوت علي اذا انت شفتني اتحرك انا قلت لك انا كنت اصلح الكهرب انا شفتك تتحرك اذا انت شفتني اتحرك انا شفت الفنت انفتح فمليون بالمية ان احمد فانا بصوت على احمد لان انت جاي من احمد انت رحت من الفنت يمكن يمكن صوت على مين انت احمد صوت على ياسر يمكن يا جماعه يمكن 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 ابراهيم انا قلت لك صلحت الكهرب اول ما خلصت الجثة تحتي والفنت اللي فوق يا عيال اللي شفته يا عيال هذا اللي صار بالضبط بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله انت رميرك ابراهيم انا واثق بالله بسم الله بسم الله يا عيال انا احس المسؤوليه علي كبيره حلو المسؤوليه عليك يلا انا واثق فيك يا ابراهيم وصوت يلا بسم الله انا بصوت واذا لا انا خايف صوت ما اقول ثانيه واحده صوت جاست وات الله يكرم الله يكرم القهر والله كل واحد لا تحطون الكروميت هذا يا شباب احمد تكفى 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 الله يخليك الله يخليك احمد هو مو انا تكفى وش ترى ما نسمعك لما تصرخ يا هنتر صوتك هنتر ما نسمعك الله على يا عيال مشوا فوق والله العظيم من يلعبها قسما بالله كيف طلعت والله العظيم